شعار الخبرة والصحبة ورحلتنا هواها. يبزغ البدر في السماء ناشرا في الكون الضياء ومبددا بنوره الظلماء. عندها تسعد القلوب بلقياكم وتهتز طربا لرؤياكم. خلف الإنجازات عزيمة لا تعترف بالكلل ولا يتسرب إليها الملل. رجل بذل الغالي والنفيس في سبيل تقديم الجديد والمفيد لأبنائه الطلاب. طموحه لا حدود له. الآن مع كلمة المشرف العام على برنامج تميز مقطع وانطلق الدكتور محمود الأشجر، فليتفضل مشكورا. ضيوفنا الكرام، أرحب فيكم أجمل ترحيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر كل ضيف وكل ولي أمر شارك معنا من داخل مدينة جدة ومن خارجها، كما أشكر الإخوة الضيوف المدعوين على تلبيتهم لهذه الدعوة. أهلا وسهلا بكم أيها الحضور الكرام لتشاهدوا نخبة من أبنائكم وهم يعزفون على أوتار الإبداع، لحن التفوق والنبوغ. هدفهم أن يكونوا متميزين، لديهم أهداف في حياتهم، ذات مهارات عالية. تميز وانطلق، مولود ولد قبل 12 عاما داخل المملكة، وبفضل الله تعالى ترعرع إلى أن انطلقنا في عام 2008 إلى ماليزيا، وبدأ نشاطنا من عام 2008 بماليزيا ولله الحمد في تعلم اللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية والبرامج الثقافية والتدريبية للأشبال والشباب. إن برنامج تميز وانطلق يعنى بتعليم اللغة الإنجليزية وتطوير مهارات الأشبال من خلال دورات مهارية تناسب مراحلهم العمرية، من خلال توجه تربوي ذات مبادئ وقيم عليا. إن البرامج التعليمية رسالة وأمانة نحملها على أعتاقنا، والمعنى الحديث للتربية ينظر إلى الابن المشارك في تميز وانطلق على أنه قائد يمارس أنشطة إيجابية فعالة يسعى إلى تحقيق أهدافه وممارسة مهام. ولدينا عدة أمور أثناء تميز وانطلق، أهمها القدوة. ولا شك أننا في عصر نحتاج إلى ماذا؟ إلى القدوة. نحرص كل الحرص في برنامج تميز وانطلق إلى أهمية التحفيز للأبناء من خلال دورات معنية بتطوير مهاراته السلوكية، وجزاكم الله خير. همة وجاور بالوفا القمة بصحبة طيبة فيها معاني الخير ملتمة. تميز وانطلق همة وجاور بالوفا القمة بصحبة طيبة.